مرحبا مرحبا يا اخي. اتفضل يا اخي. يا اخي اقدر اثبت لك الان ان ابو بكر وعمر منافقين من صحيح البخاري. صحيح البخاري يقول منافقين. جاوبني انت الان، يعني هم كانوا منافقين. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كل مراحل حياتهم منافقين. من البخاري، هو البخاري يقول البخاري. طيب البخاري. طيب ما في مشكلة، أنت بتقول من كل مراحل حياته صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر هو كل حياته منافقين. في كل حياته. أنا أقدر أجيب لك واحدة البخاري. واحدة واحدة، خلينا أفهم منك بس يقول. بالله عليك تسمح لي بس أصل دي معلومة بس. جديدة بس. يعني معلومة جديدة كنت هي. يعني محتاج إن أنا أفهمها منك. خلص تمام. طيب الله المستعان. نعم. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالنبي صلى نعم. الله عليه وسلم أغلظ عليهم وتزوج عائشة وأغلظ غلظ أخرى. الزواج ما له علاقة، الزواج أبو بكر هو اللي أهدى بنته لرسول الله. طب وعمر أهدى برضو للنبي صلى الله عليه وسلم. اختبار انه المهم هذا مو سؤالي. سؤالي لا 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 خالص 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 خالص, خالص. انا عايز افهم منك، من عايز افهم من بدايه الدعوه. البخاري استنى بس استنى, استنى يقول استنى ان عمر وابو بكر منافقين، ان عمر وابو بكر منافقين. البخاري يقول البخاري اللي بيقول ان هم منافقين. طب نسمع ما في البخاري. ايه يلا ايه انا اصدق الحديث يقول هو منافقين، ابو بكر وعمر منافقين. اه تفضل. طيب يلا أعطيك الحديث؟ أحسنت بارك الله بك. الحديث عمر هو نفسه، عمر يعترف يقول للإمام علي: رأيتماني رأيتمانا على أبو بكر وعلى نفسه، رأيتمانا لا 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 هاي بالبخاري مسلم. هذا مو بالبخاري مسلم استاذ، انا مستدعي ان الروايه مش البخاري، روايه مسلم. يبقى اول كذبه، خلينا في مسلم وقراها من البدايه. لا لا اتحداك يلا اقراها من البدايه. اقراها من البدايه، انا قلت لك ما تقراهاش بس هي مش البخاري في مسلم. اقراها من البدايه يلا. لا 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 اقراها من البدايه. بالنسبه لي بكر من البدايه من البدايه من البدايه لما راحوا قالوا امير المؤمنين متكئ من البداية. هم دخل العباس وأمير المؤمنين علي عليه السلام. لا اقرأ اقرأ قراءة مش عايز فهمك. اقرأ اقرأ والله ما عندي فيه. اقرأ لا 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 روح جيبها وتعالى. لا 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 ما جيبها. اقرأ روح. لا 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 والله ما خليك أبدا. اقرأها نصا وهذه الصفات. اقرأها نصا. خائنا هاي صفات المنافقين. يلا 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 العب بعيد يلا. اقسم بالله اتحداك تقراها نصا عشان نشوف كده امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال ايه لعمر. يعني سبحان الله جايب الروايه، جايب الروايه بفهمه وعايز اقتطع منها جزء بفهمه. يعني في اكتر من ان انت بتتحدى ان هو يقرا الروايه قراءه، يعني اكتر من ان انت بتتحدى يقرا الروايه قراءه، لأنه هو عارف أنه هو لو قرأها من البداية للنهاية سوف يذهل منها. الله المستعان.